أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تمنع عنا مددك، ولا تقطع عنا رفدك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تشغلنا عنك بشاغل، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحد بيننا وبينك بحائل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الإمام النووي والإمام السيوطي في كتابيهما التقريب النووي وكتاب فتح وكتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي للإمام السيوطي في مصطلح الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام والتشريف والإكرام والتعظيم والبركة. قال الإمام النووي: النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. الله الله. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدهما أبو عبيد فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما، فهذه أمهاته. ثم بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية. الله الله الله، سبحان الله. الله الله الله. قال: النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، أي الألفاظ الغريبة في الحديث، وليس الغريب المصطلحي. الغريب المصطلحي أن يأتي في أحد طبقات السند راو واحد يبقى اسمه غريب، فإذا كان في أول السند يبقى غريب مطلق، وإذا كان في وسط السند يبقى غريب نسبي. وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، لكن هي لغة عربية فصحى، ماشي، فالدور في الفصحى فيه كما يقول سيدنا نور الدين 80,000 جذر في اللغة العربية الفصحى، خلاص. وهو فن مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه. وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت، فلما ما تثبتوش ها ضلوا، خرج بقى الخوارج، أو كانوا متثبتين لكن أخذوا الوجه الذي وفق الهوى، يبقى إيه ماشي. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، بل قيل أول من صنفه النضر بن شميل، وقيل أبو عبيدة. وبعدهما أبو عبيد فاستقصى وأجاد. ثم ابن قتيبة ما فات أبو عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما، فهذه أمهاته، أي أمهات علم غريب الحديث. ثم بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثيرة، فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية. قال:
قال الإمام السيوطي: النوع الثاني والثلاثون غريب الحديث، وهو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث، والخوض فيه صعب حقيق بالتحري جدير بالتوقي. ولذلك الإمام النووي تجد من الكتاب اللي هو لم يذكره هنا من أهم الكتب ها مشارق الأنوار في شرح غريب الآثار للإمام القاضي عياض، كتاب مجلد كبير جايب الألفاظ الغريبة في الحديث ويشرح. طبعا في النهاية في غريب الحديث 4 مجلدات ها، وفي كتب كثيرة يعني في غريب الحديث وضخمة، لكن الإمام النووي كان يعتمد في صحيح مسلم على النقل من إيه؟ مشارق الأنوار. يقول قال عياض معناها كذا، أي معناها في إيه؟ في الحديث، معنى الحديث. وهو والخوض فيه صعب حقيق بالتحري جدير بالتوقي. والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير: فليتحرى خائضه وليتقي الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون أو بمجرد الإطلاقات اللغوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة لم يبعث لبيان اللغويات، إنما بعث لبيان الشرعيات، فإذا كان اللفظ الشرعي موافق للغوي يطلق عليه الصلاة والسلام، ماشي، يبقى مراد اللغوي الشرعي على سبيل الترادف. ولذلك في مسائل وقعت لنا، مسألة وقعت لنا ها عند الشيخ، والشيخ سيدنا الدكتور الريان وهو بيشرح كتاب سبل السلام، أم الصنعاني ذكر في طلاق في الحيض ها حديث الذي ذكره سيدنا عمر، قال يا رسول الله إن ابن عمر طلق امرأته وهو حائض، قال مره فليراجعها ثم لا يستقبل بها طهرا فيطلقها فيه، تلك عدة الله التي أمر أن تطلق لها النساء. فالمشكل ها مره فليراجعها. فجاء الشيخ الصنعاني قال إيه؟ قال المراجعة هنا المعنى اللغوية وهي ما زالت زوجة له. ده الصنعاني في القرن 11 بقى رد عليه الإمام النووي في صحيح مسلم قبله ب7 قرون، قبله ب5 قرون، قال إيه؟ إنما بعث النبي لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات. الرجعة تقتضي إن في طلاق وقع، فالرجعة من أسبابها الطلاق، سبب عشان يحصل رجعة لازم يكون في طلاق سبق تلك الرجعة. فقال إن النبي هنا قال راجعه، وده مذهب الأئمة الأربعة ها، إن هنا إيه، من طلق في حيض طلاقه واقع، ومن طلق في طهر، ومن طلق في طهر قد وطأ امرأته فيها فطلاقه واقع عند الأئمة الأربعة في جميع الأقوال ها، إلا بقى عند الشيعة عند ابن حزم بقى تألفوا أشياء أخرى ها، قالوا وعند الزيدية، لأن الصنعاني كان زيدي فتأثر بهذه المادة، فإيه بيقول هنا أراد المعنى للرجعة المعنى اللغوي، وإنها ما زالت زوجته أن يرجعها إلى البيت مثلا خلاص، لكن أصلا النبي ما بعث ببيان اللغويات، بعث ببيان الشرعيات، أي الراجعها يبقى كانت مطلقة، إن الطلقة وقعت. حتى ابن عمر في أحد رواياته يقول وقد اعتددت بها طلقة، إن ده اعتبرها طلقة ورغم أنها كانت في الحي. فدي من المثال أهو، ما نخش المعنى اللغوي أو إيه، لا نرجع لكتب إيه غريب الحديث كتيب، في غريب الحديث للحربي صغير، وغريب الحديث مش عارف مين كتب سار صغيرة، وفي النهاية في غريب الحديث قلنا لابن الأثير كبير 4 مجلدات، وفي غيره أيضا من كتب الغريب، ومنها المتوسط القاضي عياض اللي هو في كتاب إيه مشارق الأنوار. فليتحرى خائضه. نعم، لعلي صوتك هذا المسألة، فلما أمر النبي ابن عمر أن يرجع في جلسته بعد نهاية الحيض يمكن أن يخرج أو مفروض يبقى؟ لا، هي يراجعها يعني يرجعها كامرأة فبقت زوجته، واعتبرت طلقة أولانية ها اللي هو طلقها أثناء الحيض، وبعد كده لو عايز يطلقها طلاق شرعي، لأن ده طلاق بدعي، الطلاق في الحيض يأثم به وهو بدعي خلاص،
فيرجعها ثم يطلقها في طهر لم يقربها فيه، عشان يقع الطلاق سني ما يقعش بدعي. فهو عايز يستدل على ان الطلاق البدعي لا يقع، دي مصيبة. كان رجل يستغل امراته ما هي حائض طول النهار والليل يطلقها بقى، ما هو بدعي مش واقع. او يطعها في اول الطهر ويفضل يطلقها طول الطهر، ما هو بدعي مش واقع. خلاص، فليتحرى خائضه وليتق الله ان يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون. وايضا لازم يراجع مذهب اهل السنه والجماعه ويجعله معيارا للتفسير الصحيح. لذلك ابن عمر قال عن الخوارج، وهم كانوا عرب وكانوا بلغاء، ها الخوارج دول، قال ذهبوا إلى نصوص إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، ها إن الحكم إلا الله، فكفروا الإمام العلي لأنه حكم رجلين، ها بتأويلهم الفاسد هكذا. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبيت، فقد روينا عن أحمد أنه سئل عن حرف منه، أي من غريب الحديث، فقال سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وسأل الأصمعي وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجار أحق بسقبه، الله، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، الله، الله الله الله، رضي الله عنه. وسئل الأصمعي عن معنى حديث الجاري أولى بسقبه، فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه ابتدأ يحذره أولا، أنا ما بفسرش الحديث، لكن أقول لك السقب يعني إيه في اللغة، خلاص. ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، أي اللازق في ملاصق له، خلاص. وفي الباب أخبار أخرى تنظر في المزهر للإمام الشارح السيوطي، لو كتب المزهر، خلاص. وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل قاله الحاكم، وقيل أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم النضر بعد ذلك، ثم الأصمعي. وكتبهم صغيرة قليلة، وألف بعدهما أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه القاسم بن سلام أو سلام القاسم بن سلام كتابه المشهور، أي في غريب الحديث، اسمه غريب الحديث للقاسم بن سلام، السلام ورحمة الله عليكم. نعم. فاستقصى وأجاد، وذلك بعد المئتين. ثم تتبع أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ما فات أبا عبيد في كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما في كتابه المشهور. كل واحد من دول يسمى غريب الحديث، غريب الحديث، ماشي. ونبه على أغاليط لهما، فهذه أمهاته أي أصوله. ثم ألف بعدها كتب كثيرة فيها زوائد وفوائد كثيرة، ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة أي عظماء، كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي، وغريب الحديث للقاسم السرقسطي، والفائق للزمخشري، أربع مجلدات الفائق في غريب الحديث، أربع مجلدات للزمخشري، والغريبين للهروي، وذيله للحافظ أبو موسى المديني، ثم النهاية لابن الأثير، وهي أحسن كتب الغريب وأجمعها وأشهرها الآن وأكثرها تداولا، وقد فاته كثير،
فزيل عليه الصفي الأرموي بذيل لم نقف عليه، وقد شرعت في تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادة جمة، والله أسأل الإعانة على إتمامه. ولم يشر إلى كتاب أن القاضي عياض الذي يكثر الإمام النووي من النقل عنه في صحيح مسلم وفي كثير من كتبه، يقول وقال عياض في شرح الغريب بالذات غريب الحديث، وأيضا الأئمة الأكابر ينقلن منه. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ابن صياد، يعني ابن صياد هذا، خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. فالدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه، حكاه الجوهري وغيره لما روى أبو داود والترمذي من رواية الجوهري عن سالم عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. الله الله الله. قال المديني والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى بن مريم عليه السلام يقتله بجبل الدخان، فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا، وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأوا، فقيل الجماع وهو تخليط فاحش، وقيل نبت موجود بين النخيل وهو غير مرضي. الله الله الله. وأجود تفسيره ما جاء مفسرا به في رواية كحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد. قصة ابن صياد مشهورة معروفة، إن قيل أنه الدجال. ابن صائد كان رجل تأتيه الجن، وكان في البوادي في البادية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر خبره وأنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صبي صغير وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا نبي الأميين، بس مش نبي لنا احنا أهل الكتاب، وهو يهودي، فقال هذا نبي الأميين وما إلى ذلك. فقال عمر لسيدنا صلى الله عليه وسلم دعني أقتله، قال إن كان هو الدجال فلن تقدر عليه. فالرسول ذهب إلى ابن الصياد ده وقال له القصة دي من بعيد، وجده إيه في الزرع يلعب في الزرع، ولد صغير عنده 11 سنة وكده، فجاءه وكانت الجن توحي إلى ابن صياد ده، قال خبأت لك خبيئا فما هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ خبأت لك خبيئا فما هو؟ أنا خبأت لك شيء، ما هو الشيء الذي أخبأته عنك؟ قال الدخ. فالدخ هنا هو الدخان، ها؟ حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلام عليه وقال اخسأ فإنك لن تبلغ قدرك، يعني مش هتقدر إن الجن بتاعك يتوصل للخبيئة بتاعتي بقيتها، فإيه ما قدرش يكمل كلمة دخان، ماشي الدخان لا قال الدخ. وقيل فالدخ هنا هو الدخان، وهو لغة فيه، حكاه الجوهري وغيره لما روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين في سورة الدخان. قال المديني والسر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى عليه السلام يقتله بجبل الدخان، فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا، يعني الدخ والدخان والعلاقة والمناسبة، إن الدخان لو كنت أنت الدجال فهيقتلك سيدنا عيسى بن مريم عند جبل الدخان، لو كنت أنت الدجال فسيقتلك عيسى بن مريم عند جبل الدخان. وقد فسره غير واحد على غير ذلك فأخطأوا، فقيل الجماع، الدخان بالجماع إيه علاقته، أو الدخ بالجماع، وهو تخليط فاحش، وقيل نبت موجود بين النخيل، لأن كان ابن
ابن ايه ابن صياد قاعد بين النخيل، فقال له انا خبأت لك نبت ايه، ان انا هقول في ذهني حاجة انت الجن بتاعك يطلع عليها لو استطاع، خلاص. وقيل نبت موجود بين بين النخيل وهو غير مرضي ايضا، خلاص. ثاني علي صوتك. عبد الله بن صياد كان مسلم، لكن لا ابحث عن، مش عارف ابن صياد ايه اللي حصل له يعني، لكن اشتهر عبد الله بن صياد ومن رواة الحديث. لكن ابن صياد نفسه، عبد الله بن صياد قد يكون هو ابن صياد بالفعل اسلم بعد كده، قد يكون، لان في عبد الله بن صياد مسلم، هذا مسلم من الصحابه او التابعين، له روايات. النوع الثالث والثلاثون المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية أخرى، وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال وأنواع كثيرة غيرها، كمسلسل بالتشبيك باليد والعد فيها، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم، كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفات الرواية كالمسلسل بسمعت أو أخبرنا أو بأخبرنا أو أخبرنا فلان والله الله. وأفضله ما دل على الاتصال، ومن فوائده زيادة الضبط، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه، كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو صحيح فيه. طيب، المسلسل، وهما ما تتابع رجال إسناده على صفة ها أو حالة للرواة تارة، صفة أو حالة للرواة أو للرواية تارة وللرواية أخرى، وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال، وأنواع كثيرة غيرها، كمسلسل التشبيك باليد. طيب، والعد فيها. طيب، التشبيك باليد والعد فيها، العد في اليد، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم، كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون، كمسلسل الفقهاء. طيب، وصفات الرواية كالمسلسل بي سمعت أو أخبرنا أو بأخبرنا أو أخبرنا فلان والله، يحلف كل مرة. وأفضله ما دل على الاتصال، أي ما دل على اتصال السند، أنا بيقول سمعته مثلا زي مسلسل العيدين، سمعت شيخي يوم العيد، والثاني برضو سمعت شيخي يوم عيد، والثالث سمعت شيخي، وهكذا، كل واحد يقول هذه العبارة، يبقى سمعت شيخي، سمع بالسماع والإيه العيد، ومسلسل أيضا الأولية معروف كده. ومن فوائده زيادة الضبط، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، أي انقطاع التسلسل، يجي أحد رواه يقول ما يقولش السلسلة دي أو الوصف بتاعه، وقد ينقطع تسلسله في وسطه، كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه، أنه انقطع التسلسل. قال الإمام السيوطي: النوع الثالث والثلاثون المسلسل، لما تكلم عن صفة القبول والرد ها وعن الصحة والحسن والضعف، أتى بنوع مما يؤكد الصحة إذا ثبتت شروطه، وهو السلسلة في الحديث. ألف كتاب اسمه المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. والنوع الثالث والثلاثون المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة أو حالة واحدة أو صفة وحالة في نفس الوقت كما سيأتي، للرواة تارة، قد تكون الصفة أو الحالة دي للرواة أو صفة وحالة للرواية وللرواية أخرى، ولصفات الرواية
وأحواله وأحوالهم أيضا، إما أقوال أو أفعال أو هما معا. طيب أقوال، أديك مثال من الأول، حديث يا معاذ إني والله إني لا أحبك، له سلسلة بالقول ده، فكل راوي يقول لتلميذه يا فلان إني أحبك كما فعل، والله إني لا أحبك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ، كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ، فيقول يا فلان إني أحبك، هكذا تسلسل لكن برضو انقطع في وقت معين. لو اسمه المسلسل المحبة، حديث مسلسل المحبة، ها اللي هو إيه، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي مسلسل آخر بالقبض على اللحية ويقول آمنت بالله، ده قولي وفعله، وقبض على اللحية ماشي، يقبض على لحيته، يبقى ده بالفعل وده بالقول، وفي يجمع القول والفعل زي ايه، قبض على لحيته وقال آمنت بالله، او هما معا. وصفات الرواية اما ان تتعلق اي بالاحوال والصفات الرواية، وصفات الرواية اما ان تتعلق بصيغ الاداء كحدثنا حدثنا حدثنا، مسلسل بالتحديث، اخبرنا اخبرنا اخبرنا، مسلسل باخبار، ها سمعت سمعت سمعت، مسلسل بالسماع، او بزمنها او مكانها، الزمن زي ما قلنا ايه، عيد العيدين مثلا، او اول ما يتلقاه من العلم، حديث ايه، حديث المسلسل بالرحمة والأولية، الرحمون يرحمهم الرحمن، او مكانها، وله انواع كثيرة غيرها، اي المسلسل وانواع كثيرة غيرها، اي وله انواع كثيرة غيرها. فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو نعم، وأنواع كثيرة غيرهما أو غيرها. عندي متنا والشرح غيرها، لكن ممكن تكون في نسخة غيرهما مظبوطة، ما نقدرش نقدح فيها، لأنه بيتكلم عن إيه، ما تتبع رجال سند على صفة أو حالة للرواية، يبقى دي حاجتين، ممكن يكون مقصد قصده الصفة والحالة. بس الرواية الثانية اللي هي من غيرهما، الرواية غيرها أكثر، لأن وصفات الرواية يبقى أتى وصف ثالث أهو، خلاص. إما بالنسبة للمفرد أو بالنسبة للجمع، بالنسبة للقسمين اللي هو الصفات والحالة، أو الحالة، أو بالنسبة للأقسام الصفات وأقسام الحالات، فيكون فيها صيغة جمع ممكن منها. وله أنواع كثيرة غيرها. فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال خلق الله تعالى الأرض يوم السبت، الحديث فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد الآخر، بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه. لا هذا الحديث بتاع خلق الله التربة اختلف في السلسلة بتاعته، ضعيفة فيها اختلاف، لكن الحديث رواه مسلم، ها بتاع سيدنا أبو هريرة بدون تسلسل، ماشي. طيب ان هو شبك يديه فيها كذا، يعني شبك يديه في يديه، ان سيدنا رسول الله سلام شبك أصابعها يديه في أصابع سيدنا أبي هريرة، وقيل التشبيك قد يكون كده وقد يكون كده وقد يكون، يعني لها صفات كثيرة في هيئات التشبيك في روايات مختلفة، وأخذناه عن أحد عن مشايخنا هذا المسلسل بالتشبيك ده. فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد، وهو حديث أبي هريرة شبك بيدي
بيدي، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله الأرض يوم السبت، وفي رواية التربة الحديث. فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيدي من رواه عنه. الإمام السيوطي وصله متسلسلا بالتشبيك. والعد فيها وهو حديث اللهم صل على محمد إلى آخره مسلسل بعدد الكلمات الخمس في يد كل واحد. وكذلك المسلسل بمصافحة والأخذ باليد ووضع اليد على رأس الراوي، والمسلسل بأحوالهم القولية. قال الإمام السيوطي النوع الثاني المسلسل بأحوالهم القولية، كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل دبر كل صلاة، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا مسلسل بالمحبة والأولية بالمحبة. ليه؟ لأنه بيقول: يا معاذ إني أحبك، فكل راوي كما قلنا يأتي لتلميذه ويقول: يا فلان إني أحبك. فقال المسلسل بالمحبة اللي هو عشان يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن لطائف هذا الحديث إن إذا أردت أن يحبك الله تعالى أكثر من هذا، لأن في محبة. تسلسل لنا بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل. والمسلسل بهما معا عقب دبر، يعني عقب الصلاة أول ما تسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول إيه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله لمن تسلم منك السلام وعليك السلام، تباركت يا ذا الإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من ضمن أدعية إيه؟ الأدعية الواردة في ختم الصلاة والمؤكدة كمان. والمسلسل بهما معا أي بالقول والفعل، حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وكذا كل راو من رواته يقول ذلك. والمسلسل بهما معا حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وكذا كل راو من رواته. والرابع نوع، النوع الرابع من المسلسل، وهو المسلسل بصفاتهم القولية. هو المسلسل بصفاتهم القولية كالمسلسل بقراءة سورة الصف. بصفاتهم القولية ونحوه. قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة، وكاتفاق الرواة. طيب، والنوع الخامس والمسلسل بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، كل راوي فيه اسمه محمد، خلاص كالمسورة السلب للمحمدين، أو صفاتهم أو نسبتهم. فالثاني كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون أو مصريون أو مصريون أو كوفيون أو عراقيون. والأول كمسلسل الفقهاء مطلقا، أو الشافعيين أو الحفاظ أو النحاة
أو الكتاب أو الشعراء أو المعمرين. والنوع الثالث السادس وصفات الرواية المتعلقة بصيغ الأداء كالمسلسل بسمعته فلانا أو بأخبرنا فلان أو أخبرنا فلان والله أو أشهد بالله لسمعت فلانا يقول ذلك كل راو منهم. وأيضا النوع السابع المتعلقة بالزمان كالمسلسل بروايته يوم العيد وقص الأظفار يوم الخميس ونحو ذلك. والمسلسل بالمكان كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. وقد جمعت كتابا فيما وقع في سماعاتي في المسلسلات بأسانيدها، ده الإمام السيوطي. وجمع الناس في ذلك كثيرا، وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. ومن فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، يعني يكون مسلسل بالسماع لازم يكون كل واحد سمع وهيقول سمعته، فده يقتضي اللقية والا يبقى كذاب، ماشي، بيقتضي السماع بالفعل. وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه او اوله او اخره كمسلسل اول حديث سمعته وهو حديث عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى عمرو بن دينار وانقطع في سماع عمرو بن أبي قابوس وسماع أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه، وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه. وقلما يسلم من خلل في التسلسل، ممكن يكون في راوي ضعيف فيقطع التسلسل للراوي ده يبقى الحديث بقى ضعيف بسببه. وقد ينقطع تسلسله في وسطه أو في أوله أو آخره كمسلسل أول حديث سمعته وهو ده انقطع التسلسل في الأول، بعد ما كان في الأول مسلسل هينقطع، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنه انتهى فيه التسلسل إلى عمرو بن دينار وانقطع في سماع عمرو من أبي قابوس. أبي قابوس هو الراوي عن إيه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لهذا الحديث. وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه، الصحيح ان ايه؟ ما وردش فيه ايه؟ انه اول حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من دول لم يكن ذلك اول حديث سمعه من شيخه ايضا، لكن اعتاد الحفاظ والعلماء إذا كانوا سيلقون درسا في الحديث في أول درس يلقن تلاميذه هذا الحديث، اعتدى العلماء كده والمحدثين كمان أيضا رغم الانقطاع، فقالوا الانقطاع، قسموا الانقطاع انقطاع مطلق وانقطاع نسبي. قال الانقطاع النسبي أنه ممكن يكون ماشي شوية وبعدين انقطع، فيجعل أنه ممكن أنا أصل الآن خلاص أوصل للانقطاع النسبي ده وأنا أكمل وأقول أن هذا منقطع، ان في انقطاع في وسط الاسناد بالنسبه لايه؟ للتسلسل مش للحديث نفسه. اما الحديث نفسه فهو صحيح. هذا الحديث فانه انتهى فيه تسلسل الى عمرو بن دينار. اولا هو متسلسل لعمرو بن دينار اللي هو تابع التابعي. طب والتابعي ابو قابوس. وانقطع في السماع في سماع عمرو من ابي قابوس ايضا، عمرو بن دينار ايضا ها منقطع في السماع، وسماع أبي قابوس من عبد الله بن عمرو في الطرق اللي فيها التسلسل ده منقطعة، أما الطريق الصحيح فهو ما فيهوش التسلسل. وفي سماع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الصحيح فيه،
وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه، هو ما وهمش، عارف ان فيه انقطاع فقال هذا مسلسل نسبي، فمن قطع نحن نصله حتى تصيبنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فإذا قال شيخ الإسلام من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، الله الله. إذا قال شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر من أصح ما ير ما ي أصح من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. قلت والمسلسل بالحفظ والفقهاء أيضا، بل ذكر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ، بل قلت والمسلسل بالحفاظ ها والفقهاء أيضا، بل ذكر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي. نعم، أن الحافظ ابن حجر قلت أي السيوطي ها والمسلسل بالحفاظ أيضا من أصح المسلسلات، والمسلسل بالفقهاء من أصح المسلسلات أيضا ها، بل ذكر الإمام شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي، لأنهم أعلى رجال في الأمة في الطبقات ها، الحافظ في العصر ده روى الحديث عن الحافظ في العصر الذي قبله إلى أن يدخل في عصر التابعين والصحابة، فيكون يفيد العلم القطعي، لا هو لا يفيد العلم القطعي بذلك المعنى، إنما يفيد الثبوت الذي يكون يكاد يكون قطعي، لأن الراوي واحد 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 واحد، كيف أثبت أنسبه إلى القطع ها؟ أن القطع في الحديث عشان يبقى متواتر 10 على الأقل عند الجمهور ماشي، لكن هذا يفيد القوة شديدة جدا أن الحفاظ هم اللي رووه، حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ ماشي. وبهذا نكون قد انتهينا من نوع المسلسل، ونتكلم عن النوع الرابع والثلاثون، ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو فن مهم صعب. طيب، أحد عنده أسئلة؟ نقول أسئلة. أنت سألت سؤال، ما سؤالك؟ أنت سألت سؤال نكرره هنا. لو أن أحدهم قال هذا حديث ضعيف، هذا متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدخل في الكذب عليه إذا كان لم يتحرى، ولذلك قال الإمام النووي عند ذكر الحديث الضعيف من وجد حديثا بإسناد ضعيف فليقل هذا الحديث ضعيف وينوي بهذا الإسناد، لأنه لعله أن يصح بإسناد آخر، فعليه أن يتقي الله في هذا، لعل الحديث يصح بإسناد آخر فيقول هذا فإحنا ننبغي في هذا العصر أن يصرح هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، لأن ده في كتب مخطوطة تطبع الآن، سنن سعيد بن منصور، الأوسط في الإجماع والسنن والخلاف، ما زال يبحثون عن أجزاء منهما من الكتابين ويطبعونه، الجزء المفقود من السنن من المعجم الكبير للطبراني، فقد يكون له إسناد صحيح في أحد الكتب التي لم تصل إليك، فيقول هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، أو هذا الحديث بالإسناد ده بهذا الإسناد ضعيف، يقول بهذا الإسناد حتى يبرئ ذمته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشي. في كان في سؤال تاني؟ ما في؟ طيب، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعان وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونقرأ المرة القادمة ناسخ الحديث ومنسوخه من النوع الرابع والثلاثين، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. غلق.